بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، استمرارا لما يقدم مركز ملك سلمان للإغاثة وأعمال الإنسانية. نحن اليوم في أحد معسكر المخيمات النازحين في سوميلان ستيد هاوس، نقدم المساعدات التي يقدمها مركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. سوف نوزع اليوم 3 خريج مياه على هذا المكان على موسع الغد، وكما نشكر سعادة يوسف البخيل البلوشي الذي يقدم على هذه المساعدات القيمة. وهؤلاء الناس هم المحتاجين أساسا الذين يستفيدون من هذه المساعدات، ونشكر مركز ملك سلمان أيضا على هذه المساعدات التي قدمها لإخوان الصومالي لان. مانتا أنا قد شمعيت الرحمة الخيرية الرحمة الجارتية وكاشان إسا حيادة كينج سلمان تليف وحانو تشوقنا حافظة إستاد هوسكا كامكا إستاد هوسكا وأنا أقيمين أن بيه مشروع بيها كسعودي كون يبغل كبويدة بها كسعودي قبل كمرود الجاح يو قبل تقدر ما أنت وما أنت ذو كوبي تمنات إن شاء الله تعالى ونسي سعنا سنة دي لا رضا ما نول بنا حليه سدح بويدود بقر سلمان وأنا كجدون بيها وناصر درا وأمرك إلى فرق دي لبعض وبيها ناق هني ما إن شاء الله ما إن شاء الله وأنا كجدوني وح عباء أسأل حلوك نفر بويدود أفر تاب بويدود dad aan dan yar hayno jeerkaanka biya iibsan kiri jirin baay mekaan abna lix subaxnimay noo yimaadaan ilaahay baa muhaada iskale alxamdulillaahi rabbil aalamiin arramxana way noo keenta maamulka arramxana way suxdana way noo keenaan iyaguna way nala joogaan saan biyaha u dhaaminay iyo sida uusan boo nala socdaan boqor salmaan biyaha ay keentayna aad iyo aad ay umadda baahan jilicsan ay u keentayna ilaahay ka tisaasiyo ta kale labaad simciyada الرحمن بيه وينوكلنت يدرو واسيدو كلي يدرو وادوغا بالعلينا